أعلنت الجمعية البرلمانية الآسيوية خلال جلستها العامة والمنعقدة بمدينة أنطاليا التركية بمشاركة 22 وفدا برلمانيا تزكية البحرين ممثلة في وفد الشعب البرلمانية لمنصب نائب رئيس الجمعية ورئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بما يعكس النجاح المتواصل الذي تحققه الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية على صعيد إبراز دور ومكانة مملكة البحرين، حيث يشغل المنصبين رئيس الوفد سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وأعرب الرئيس وأعضاء وفد الشعب البرلمانية عن شكرهم للوفود البرلمانية المشاركة على هذه الثقة التي تعكس المكانة البارزة للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وما تقوم به من دور تجاه تحقيق الأهداف التي تقوم عليها الجمعية البرلمانية الآسيوية على صعيد تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم دول المنطقة. اليوم استلمنا موقعنا كنائب رئيس الجمعية الآسيوية البرلمانية ورئيس اللجنة المالية والاستدامة والجمعية نفسها، وهذا طبعا يدل على ثقة اللي هو الدول الآسيوية واستثمار البحرين في هذه العلاقات الدبلوماسية، وعلى رأسها جلالة الملك اللي هو كان دائما يقوي هذه العلاقات اللي هي موجودة مع دول آسيا. وكذلك أتوجه بالشكر والدعم لرئيسة الشعب البرلماني رئيسة البرلمان البحريني فوزية بنت عبد الله زينة لدعمها لنا لتحقيق هذا المنصب المهم على مستوى الدبلوماسية، واللي راح يكون للبحرين دور كبير فيه إن شاء الله وفي تعزيز هذه العلاقة والاستفادة منه مواضيع اللي تهم المنطقة، خصوصا المواضيع الاقتصادية اللي هي على رأس القوائم حاليا.